كلمة الله حية وفعالة. كانت ألام المسيح يعني بالنسبة لينا احنا خدنا منها ايه؟ يعني هو تألم وجاز في كل اللي احنا قلنا فيه ده من ألام وبسق وكل الأدسك قلته لكي نتبع خطواته، دي أول حاجة. طيب تاني حاجة بقى. حاجة تانية ان هذه الألام، ألام الصليب، ألام كفارية. بالضبط. ألام كفارية يعني ايه؟ يعني ألام المسيح وصلب المسيح كفارة لكل خطايا العالم. أيوه. يعني كل خطايا العالم اتحطت على جسد المسيح. زي ما قال معلمنا بطرس الرسول في بطرس الأولى 2:24، الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر الذي بجلدته شفيتم. آلام كفارية، كفر عن كل خطايا البشرية، كل خطايا البشرية. عشان كده في برضو نفس الإصحاح في بطرس الأولى 3:18 يقول إيه؟ فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا البار من أجل الأثمة، لكي يقربنا إلى الله مماتا في الجسد ولكن نحيي في الروح. وهنا بيقول تألم مرة واحدة من أجل الخطايا. ليه؟ لأنه عايز هنا يخلينا نفتكر يوم الكفارة اللي كان بيخش فيه رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة إلى قدس الأقداس، وكان يقدم ذبيحة عن نفسه وعن الشعب كله عشان خطايا السنة كلها. فكان هذا اليوم كان يرمز إلى يوم الجمعة العظيمة لما قدم المسيح نفسه ذبيحة كفارة عن خطايا العالم كله، زي ما قال يوحنا الرسول: وهو كفارة ليس لخطايانا فقط بل إيه؟ لخطايا العالم كله. لخطايا العالم كله. آلام كفارية، آلام كفارية. عشان كده الحقيقة يعني احنا عايزين نعرف يعني ايه أساس هذه الآلام. يعني ليه؟ هل نوع بس يعني المسيح عايز يوري ان هو مقدار احتماله الألام قد ايه، وان هو يعني عنده قدرة على احتمال الألام وعنده شجاعة لاحتمال الصليب، ولكن ايه يعني عايز اقول اساس هذه الألام؟ ليه احتمل كل هذه الألام؟ كلمة واحدة بس، محبة. حب. لأن ما كانش في وسيلة أخرى عشان تكفير الخطايا إلا إنه يموت بدل عن البشرية كلها، إنه يحمل خطايانا كلها في جسده على الخشبة، إنه يقدم نفسه ذبيحة عن خطايا العالم كله. علشان كده فعلا زي ما قال يوحنا الرسول في إنجيله 15:13: ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. مفيش حب أعظم من كده. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. حب. وشايف يعني يوحنا كان بيوصف هذا الحب في إصحاح 13، ولك إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. فمحبة المسيح اللي محب بولس الرسول أنه يوصفها، قال لك دي فائقة الوصف، لأن محبة المسيح تحصرنا. لأنه إذا كان واحد مات لأجل الجميع فالجميع إذن قد ماتوا. وبعدين لما اتكلموا عن العمق والطول والعرض ومحبة المسيح، ده ايه ده محبة؟ الحقيقة انا عايز اقول حاجة، الصليب اظهر هذه المحبة. يعني ربنا اتكلم عن محبته لشعبه ولولاده في العهد القديم كتير، لكن الله بيّن محبته لنا اذ ونحن بعض خطاه مات المسيح لاجلنا. ظهرت هذه المحبة بجلاء على خشبة الصليب. لأن الناس اللي مش قادرين يصدقوا إن إزاي ربنا يتصلب
مش قادرين ان هم يتعرفوا على محبة ربنا. هو اللاهوت لا يمكن ان هو يصلب، لكن هو خد جسد عشان هذا الجسد يتحد بيه اتحاد كامل، علشان من خلال اتحاده بهذا الجسد زي ما عارفين ان ده دي فكرة الفداء، انه يبقى يمثل البشرية كلها، فلما يموت مات عن العالم كله. خد يعني مثل العالم كله، الشعب حمل كل دينونة خطية العالم كله، لأن أجرة الخطية موت. فمات عن البشرية كلها. فأي إنسان يؤمن بهذا موت المسيح الكفاري ينال الخلاص. عشان كده مش قادرين، ما هو العقل البشري ما يقدرش إن هو يستوعب حاجة زي كده. يعني إزاي ربنا ياخد جسد ويموت؟ طيب أيوة، بس إحنا يعني لما خدنا الإنسان الجديد وخدنا الاستنارة في المعمودية بنقدر نفهم طبعاً يعني إيه الله ظهر في الجسد والمسيح خد جسد واتصلب عنا. يعني بنقبلها بكل رضا وبكل قناعة، بنحس بيها وبنحس بيها لأن الإنسان الجديد فينا. الناس تانية بتشوف إحنا إزاي بنتجاوب مع المشاكل والتجارب او في وسط الناس، بيشهد انه اللي هو بقى الثمار الصليب في حياتنا. حقيقة اللي تألم مش شخص عادي، ولكن هو كلمة الله المتجسد، هو ابن الله عظيم. عشان كده هذه الألام ألام كفارية، بمعنى انها مش بس بتغفر خطايا، يعني غفران خطية ما تقدرش نقول ان الكفاره معناها غفران بس. لا، فيما هو اقوى من الغفران، لان المسيح لما مات على الصليب مش بس ان هو غفر خطايانا، لا ده ابطل الخطيه، ابطل سلطانها، ابطل مفعولها، امات الخطيه. عشان كده ده اول ثمر من هذه الثمار، انه المسيح شفاعته اصبحت شفاعه كفاريه. يعني ايه؟ يعني لما نلتجئ للمسيح من اجل غفران خطايانا، فمضمون 100% خطايانا مغفوره في دم المسيح. شفاعه كفاريه، يعني زي ما بولس الرسول لما شاف المسيح كده بيقول انه قائم عن يمين العظمه ليشفع فينا، شافوا اظن قديس استفانوس، وشافوا بولس الرسول كمان قال كده ان هو دلوقتي ده موجودة في اظن رومية 8، من سيشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي يبرر. من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات بل قام ايضا، الذي هو عن يمين الله، الذي ايضا ايه؟ يشفع فينا. هنا شفاعته كفارية. يعني المسيح ما يعملش كده وجراحات الصليب تبقى موجودة كده في الحضرة الالهية، وانسان بيتوب عن الخطية وبعد كده يبقى في اي نوع من عدم الاستجابه. ده شفاعه كفاريه، ده شفاعه المسيح كفاريه، ودي اللي موجوده في اشعياء 53 يقول لك ايه؟ وشفع في المذنبين. نقول الايه من اولها، اشعياء 53:12، انه سكب للموت نفسه واحصي مع اسمه، وهو حمل خطيه كثيرين وشفع في المذنبين. حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. شفاعة كفارية. وقلنا برضو من شوية انه يوحنا قال في رسالته الثانية الاولى لصاحب الثاني وعدد 2، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم ايضا. كفارة لخطايا العالم كله. شفاعة كفارية تغطي كل خطايا العالم. عشان كده لما بولس الرسول اتكلم في العبرانيين عن دم المسيح وعمله، قال ايه في عبرانيين 9:12، يقول وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة الى الاقداس فوجد فداء أبديا. عشان كده
هنا بيقولك دخل مرة واحدة برضو يشير إلى ذبيحة الإيه؟ الصليب، الكفارة اللي هو يوم الكفارة في العهد القديم اللي كان رئيسي كان مرة واحدة في السنة يخش مرة بس، هو دخل إلى إيه بقى؟ الأقداس السماوية بذبيحة نفسه، فوجد فداء كان رمز لبقى الحقيقة نفسه. مظبوط. فيبقى شفاعة كفارية، شفعة في المذنبين، بيشفع في خطايانا وفي ضعفاتنا وفي فيما هو قد تألم، مجربا يقدر أن يعين مجربين، لأنه تجرب في كل شيء زي ما قلنا، وحمل الآلام بكل مستوياتها، عشان كده بيشفع في المذنبين. الحاجة المهمة كمان الحقيقة موجودة في عبرين 9:26، ولكنه الآن قد أظهر مرة عند انقضاء الظهور ليبطل الخطية بذبيحة إيه؟ نفسه. نفسه. يبطل الخطية دي بحبها قوي، يعني بيبطل مفعول الخطية، يبطل سلطان الخطية، يبطل قوة الخطية. طب ليه ليها سلطان على الناس؟ ولا هنجي لها بعدين؟ يعني كده طبعا الخطية ليها سلطان طبعا، وكل إنسان طبيعي ما لسه ما يعني ما خدش الحياة الجديدة لا وحتى برضو على ناس مؤمنين يعني. لا لو أنا بديها سلطان تاخد سلطان، لكن المفروض إن الإنسان عتيق صلب مع المسيح، لكن أي تهاون مع الخطية معناها أنا تاني بديها فرصة، بديها فرصة أنها تسيطر علي. يبقى اتكلمنا عن أنها يبقى إيه؟ شفاعة كفارية. وألام المسيح كمان الحقيقة من خلال ألام المسيح وصلب المسيح تم الفداء وتمت المصالحة، لأنه مات نيابة عن آخرين، هو نفسه كان بار وقال من منكم يبكتني على الخطية، وقال عنه بولس الرسول في العبرانيين إنه هو قدوس وبار، انفصل عن الخطية وصار أعلى من السماوات. فقداسة المسيح لا يوجد فيها أي تشكيك إن هو كان فعلا قدوس، وقداسته كانت مطلقة ولم يفعل خطية، وهو قال من منكم يبكتني على خطية؟ حد يقدر يقول لي أنا عملت خطية؟ لا طبعا. فيعني عايز أقول مين يقدر يقول كده غير الله وحده؟ إزاي الناس ما فهمتش إن هذا الشخص اللي كان في صورة الجسد أمامهم مش هو الله المتجسد؟ وفي حد يقدر إن هو يبقى حياته على الأرض يوم واحد بدون خطية؟ مش ممكن. يبقى إذن يعني برضو هنا كان في نوع من الاستغباء عند الجماعة اليهود انهم عصروا في المسيح، مع انه اظهر ليهم قوته واظهر بكلامه بمعجزاته وبحياته اللي تثبت ان هو فعلا الله الصالح الذي فعلا لا يستطيع احد ان يمسك عليه، مش خطية واحدة، خطأ واحد، بل بالعكس انه في بعض الناس دلوقتي تهاجم المسيح، بنشوف بيهاجم المسيح لانه ازاي انه يقول ان انا الله محبة، وازاي ان هو بيعتبروا ده ضعف، وازاي اللي حبوا اعدائكم، بيهاجموا دلوقتي الايات دي للأسف، وبيعتبروا ان ده ضعف، ده مش ضعف، ده هو اظهر بالضعف ما هو ايه اقوى من القوة، اظهر بالصليب اللي هو مظهر الضعف، لكن على الصليب انهزم الشيطان وأيضا أدينة الخطية، على الصليب تم الخلاص وتم تحرير الإنسان بالسلطان الخطية، وكمان تم رجوع الإنسان مرة أخرى إلى الفردوس، وتم أيضا فتح باب السماء للبشرية كلها من خلال صليب المسيح، صليب المسيح. عشان كده يبقى إحنا على الصليب أو بألام المسيح تم الإيه؟ المصالحة، الفداء والمصالحة. وده برضو بطرس الرسول كتبها، قلناها قبل كده في لما كنا بندرس الاصحاح الاولاني، لانه 1:18 و19 و20 عالمين انكم افتديتم لا باشياء انتفنا بفضه او ذهب من سيرتكم الباطله التي تقلدتموها من الاباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا في قبل تاسيس العالم، وقد ولكن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة إيه؟ من أجلكم. فعلشان كده إذن دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم،
كل الذبائح في العهد القديم دي كانت ليه؟ كلها كانت رموز تشير إلى دم ذبيحة الصليب. عشان كده يبقى إذن تمت الفداء والمصالحة. وواضح أكثر في رومية 5:10 بيتكلم عن المصالحة، لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن إيه مصالحون نخلص بحياته. تم الصلح على الصليب لأنه الله اللي كان الإنسان عنده فكرة غلط أو ما هي صحيحة عن الوضع. يعني كان الإنسان لما بيشوف بيحصل له أي حاجة بيفتكر أنه أي نوع من الضرر، يفتكر أن الله في حالة عداوة معاه. فعلى هذا الفكر إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه. ما بعد طرد آدم أو بعد ومش طرد، وربنا كان لصالحه وأقربه من الجنة طبعا، وإحنا عارفين كده علشان ما يأكلش من شجرة الحياة والموت ويبقى إلى الأبد في خطيته. فيعني ربنا لما طرد آدم أصبح الإنسان حاسس إنه في حالة عداوة مع الله. لأنه ما كانش بقى ربنا بيظهر لآدم أو بيظهر للنازم، كان بيظهر الأول، كان بيتنشى مع آدم بيتكلم معاه كده زي واحد صاحبه. تعالى سمي الحيوانات وتعالى اعمل كذا وتعالى حاجة كده. خسر كتير آدم، خسر كتير قوي. بس المسيح رجع لنا كل حاجة تاني. في كمان في كولوسي 1:20، وأن يصالح به الكل لنفسه عاملا الايه الصلح بدم صليبه، بدم صليبه بواسطته، سواء كان ما على الارض اما في السماوات. يبقى كفاره لخطايانا وفداء ومصالحه. الحاجه الثالثه كمان من ثمار الام المسيح الكفاريه، التبرير والخلاص. التبرير والخلاص، التبرير ده مهم قوي. تبرير الحقيقة التبرير ده برضو أقوى من الغفران، لأنه الإنسان بيتبرر يعني بتغفر خطاياه، لكن غفران الخطية، وبنتكلم في الموضوع ده كتير قوي، كلمنا في روميا كتير قوي عن التبرير. يعني لكن التبرير إن الله بينظر إلينا بقى، مش إن إحنا كنا عملنا خطية وتوبنا، لا، إن أنا إنسان ما فيش خطية. عشان كده يقول لك إيه، ان هو بيرميها فين؟ في بحر النسيان، في بحر النسيان، ولا يعود اذكرها فيما بعد. عشان كده قال احد الاباء اظن مار اسحاق ان التوبه تجعل الخاطي الزاني بتولا، الزاني بتولا، كانه لم يخطئ. فالتبرير يعني عشان كده المفروض الانسان امام الله. يعني في ناس كده تحس على طول انها يعني جلت كده، انها بتخطي سنسو بجلت، يعني ما بتتمتعش حتى ولو بتعترف. ومفروض الانسان في الاعتراف يعني خلاص كل خطية غفرت وانتهت. يعني موضوع التبرير ده يعني الانسان يبقى براءة، ما كانه ما عملش خطية. شرح بولس الرسول يعني طبعا، طوب الذين غفرت اسامهم وسطت خطاياهم، طوب للرجل الذي لا يحسب له الرب خطية. طب ازاي الكلام ده؟ ده لانه تغفرت في دم المسيح وخلاص، ربنا خلاص ما بيبصش. يعني عايز اقول ايه، يعني انا ممكن قوي ان اشوف واحد وافتكر له خطايا عملها من زمان. طبعا الإنسان ما بينساش. لكن ربنا لما يشوفني النهاردة وأنا كنت عملت خطيئة امبارح وتبت عليها، خلاص انتهت. مفيش، مش ربنا مش هيحاسبنا فوق على الخطايا اللي احنا عملناها من ساعة ما اتولدنا لغاية لما، لا، هيحاسبنا على الخطايا اللي احنا ما توبناش عنها. ايوه بس ايوه، وهيحاسبنا عن حالتنا احنا في الروح ولا في الجسد. اصل الناس الحقيقه يعني في دي حته في منتهى الاهميه. ايوه، الناس بتفتكر انا النهارده كويس بس كنت امبارح وحش وبكره بقيت حاب ايه مش عارف. لا، دي حاله. عشان كده يفسرها بولس الرسول في غلاطيا بصوره واضحه جدا. قال لك ان في الجسد على طول بيضطهد اللي ايه المولود حسب الروح. وهنا جابها من لما اسماعيل المولود حسب الجسد ابتدى ان هو يضطهد مين؟ إسحاق. وقال لك ان هو ده هيبقى على طول، المولود حسب الجسد
مش هيقدر ان هو يطيق، فلازم هيضطهد المولود حسب. طب هما بيضطهدوا ليه المسيحيين في كل العالم؟ لما المسيحيين دول لا بيهشوا ولا بينشوا، ده هو اللي بيجي يضطهدهم واللي بيضربهم واللي بيقتلهم بيصلوا له لرب سامحه. طب بيضطهدهم ليه؟ لان ده قانون. قانون المولود حسب الجسد بيضطهد المولود حسب الروح. فالانسان يا اما عايش حسب الروح يا اما عايش حسب ايه؟ الجسد. ان كان مسيحي او غير مسيحي، انت عايش حسب الروح ولا حسب الجسد؟ في ناس مسيحيين لكن بالرغم انهم اتولدوا ولاده جديده في المعموديه بالروح القدس، ولكن لسه عايشين حسب الجسد. ايوه، زي ما بولس الرسول قال لاهل كورنثوس، قال لهم انتوا لسه جسديين. أيوه. لان عندكم انشقاقات وعندكم انقسامات. أيوه. فانتوا عايشين حسب الجسد. وده ما ينفعش. فعشان كده يقول كده اسلكوا بالروح ايه، فلا تكملوا شهوة الجسد. فاحنا اتكلمنا عن فداء ومصالحه، وكلمنا عن تبرير وايه وخلاص. تبرير وخلاص، ودي موجوده في روميه 5:8-9. ولكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب. تبرير وخلاص، نتبرر الأول فنخلص، والتبرير بدم المسيح أو الإيمان بعمل دم المسيح. ده بقى احنا اتكلمنا عن آلام كفارية، كفارة كل خطايانا، اتكلمنا عن فداء ومصالحة، واتكلمنا عن ايه بقى؟ تبرير. طيب عايزة اسأل قدسك يعني بالنسبة للخطية، يعني بس المسيح بيغفر لنا الخطايا اللي بنعملها، ولا هو موت يعني امات الخطية الاصلية اللي احنا خدناها من ادم؟ طب خلينا نتكلم في الموضوع ده، حاضر. لان ده برضو متصل يعني ده حتة مهمة قوي، لان ده من ضمن الثمار آلام المسيح الكفارية على الصليب، ان هو شفانا من مرض الخطية. انت عاملة ترنيمة اسمها اشفيني. اشفيني منين؟ من الضعف ومن الخطية. من الخطية. فالخطية مرض. المسيح شفانا من مرض الخطية. شفانا من مرض. نقول الآية الثانية اللي هي بطرس الأولى 2:24، الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر، الذي ايه بقى؟ بجلدته شفيتم. شفانا من مرض الخطية. بجلدته، بجلدات ال 41 جلدة دول، كان ده اللي من أجل شفائنا من مرض الخطية. الذي بجلدته شفيتم، بجلدته شفيتم. فهو شفانا من مرض الخطية. عشان كده يقول في يعني أشعياء 53:5، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبحبره أو بجلداته شفينا. نفس الكلام، شفينا بجلدات المسيح أو بآلام المسيح. عشان كده مهم قوي أن أعرف أن أنا شفيت من مرض الخطية، المسيح شفاني من مرض الخطية، واخد بالك؟ وده حتة مهمة خالص، عشان خاطر ان الانسان ما يقولش الله اصل يعني الواحد يعني ما يقدرش ان هو يبطل خطية لانه ضعيف، وان انا حاولت كتير ومش قادر. لا، انت معاك الامكانية. انت معاك الامكانية بالظبط كده، زي واحد مثلا عنده ملايين الدولارات في البنك ومعاه دفتر شيكات، مش عايز يكتب شيك ويمضي. طب ما انت عندك وعايش فقير. كلمة الله حية وفعالة.